هو كان فيه فتح تحقيق ولاحظوا بأن هو سليم وما عنده حتى علاقة مع هذه الظاهرة، والحمد لله شارك. والإنسان ما لازمش نضخموا الأمور، ما كانت عندها حتى صبغة سياسية. الكونترول أنتي دوباج يعني كان في الألعاب الأولمبية على برنامج ضخمة، ونظن بلي بزاف الرياضيين اللي كانوا في نفس الطريقه من طرف السلطات، عندهم هما سلطه في وزاره الصحه نتاعهم، تحقق في اي معلومه جي. ممكن بالك المعلومه هذه الغلطه والمعلومه هذه اللي جات بالك من الجزائر، من الناس اللي ما حبوش الطفل هذا العداء هذا يدير نتيجة إيجابية. لكن الأمور كانت بكل هدوء، وحقه في الغرفة نتاعو، حقه معاه فيما يخص لي كونترول اللي دارهم، صابوه بالكلين وداساس مضاولو على شهادة رسمية بأنه هو كلين، والحمد لله هذا هو الشيء اللي يهمنا. حاجة أخرى، نظن بأن البرنامج تاع الكونترول أنتي دوباج، أنتم عارفين محاربة الغش في اللجنة الأولمبية الدولية ولا في أي مباراة دولية، راهم يعني مهتمين بزاف بهذا الشيء، لأن واحد يدير الغش ولا يعني يصبغ روحه ب دي برودوي دوبون، يسرق يعني النتيجة نتاع الزميل نتاعو ولا نتاع الآخرين اللي راهم يمارسوا معاه نفس الرياضة.